بص، مصر دايما بتحافظ على علاقاتها بالكل، بالكل، شرق غرب شمال جنوب، مصر بتحافظ على علاقاتها بالكل. ده واحد. اتنين، مصر لا تلتفت للصغائر وسفاسف الأمور. مصر بتستخدم كل أنواع الدبلوماسية، الدبلوماسية الرئاسية، الدبلوماسية بتاعت وزارة الخارجية، دبلوماسية البرلمان، دبلوماسية المجتمع المدني إلى آخره، وتبدأ تشتغل في كل الأوقات. يعني والله في توتر إحنا شغالين، ما فيش توتر برضو إحنا شغالين، عايزين طول الوقت نفتح محاورات وجسور وأحاديث وهكذا. فهتجد مثلا أن في وفد من قيادات المجتمع المدني المصري، وبالمناسبة وفد رفيع محترم، بيختتم جولة الحوار المصري الأمريكي ما بين نيويورك وواشنطن العاصمة. من ضمن ومن أبرز المشاركين في هذا الوفد دكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. أهلا 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 بك يا دكتور. أهلا يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ أنا بخير، صوتك دايما يوحشنا. ميرسي يا أستاذ يوسف، ربنا يخليك. دكتور أندريا، كنا عايزين نعرف على الحوار الذي تم في واشنطن وفي نيويورك، أبرز النقاط اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها، ويمكن كمان أبرز المتحاورين مع الوفد المصري. مين اللي اتكلم معاكم؟ في الحقيقة احنا الرحلة كانت على جزئين، الجزء الأول في نيويورك، وفي نيويورك كان في مركز تحالف الحضارات بالأمم المتحدة مع السيد مورين تيروس الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من قادة المجتمع المدني والكنائس الأمريكية، ودار الحوار عما يحدث في مصر. وقال السيد مورين تيروس بالحرف الواحد: يجب أن تفتخروا بما حدث في مصر في العشر سنوات السابقة، فما حدث هو أمر مهم للغاية. ثم التقى الوفد في نيويورك بعدد من رؤساء الكنائس الأمريكية المهمين اللي جم مخصوص عشان يلتقوا بالوفد المصري، ودار حوار حول ما يحدث في مصر وما يحدث في الولايات المتحدة، وأهمية الاستفادة من الخبرات وبناء الجسور. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى واشنطن، وفي واشنطن دارت الحوارات التالية: الحوار الأول مع مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي والمسؤول عن منطقة الشرق الأدنى، ثم الحوار تم أيضا مع سفير الحريات الدينية السفير رشاد حسين، ومع مركز بناء السلام اليو اس اي دي، ثم التقينا عدد 4 من أعضاء الكونجرس الأمريكي. والحوارات دارت في مجملها في عدد من القضايا: الحريات الدينية وما يحدث في مصر هو غير مسبوق في هذا المجال، الإجراءات اللي بتتم من خلال الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي والذين تم الإفراج عنهم، الاهتمام ببعض التشريعات عبر البرلمان زي بدائل الحبس الاحتياطي، والكلام حوالين التعديل القانوني الجنائي. تم الحوار حوالين قضية سد النهضة وأهمية هذا السد وتعنت أثيوبيا، وأن المياه ملك لـ 11 دولة وليس لدولة واحدة. كان هناك كلام عن حرية التعبير، وكلام أيضا حول حقوق الإنسان ورؤية مصر لحقوق الإنسان والدور اللي بيقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان. وكانت حوارات عميقة، وتفهم الجانب الأمريكي وتفهمنا وجهات نظرهم. وكان هذا الحوار في اعتقادي مهم، لأنه بيحط مرة ثاني أولوية ما يحدث في مصر وأهمية الحوار مع الولايات المتحدة إلى أجندة المهتمين في السن. أعضاء الكونجرس كانت مقابلات مهمة، التقينا بعدد 4 منهم وفي مقابلات فردية، ودارت الحوارات في نفس هذه القضايا. أنا بعتقد كان حوارا مثمرا. الوفد كان فيه السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، السفير كارم محمود نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأستاذ محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ، فضيلة الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي، والسيدة سميرة لوقا المسؤولة عن الحوار في الهيئة الإنجيلية. والحوار كان فعلا عميق وفي تبادل للخبرات ووجهات النظر.
عظيم جدا. طيب هنا يا دكتور محتاج أسأل على هم اتكلموا في ايه فيما يتعلق مثلا لما اتكلمتوا معاهم عن الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، شافوا ده ازاي؟ انطباعاتهم عنه ايه؟ بيتابعوه الى اي مدى؟ بيتابعوه بدقة شديدة وفي متابعة لما يحدث، وبالذات الحوار اللي كان مع مساعد، مع نائب مساعد وزير الخارجية او مع سفير الحريات الدينية. شافوه طبعا نقطة مهمة وتطور مهم فيما يحدث في مصر في هذه المرحلة. وطبعا احنا كمجتمع مدني احنا بننقل لهم ما نراه بانفسنا وبعيوننا، مش ما نسمعه، ما نراه ونشاهده. وطبعا الحوار الوطني بالذات هو بلا اي سقف او حدود، وهناك حرية في التعبير، وهناك اراء إيجابية وآراء مع وآراء ضد، فده كان له تأثير كبير جدا في الحوار معاهم. عظيم جدا، يعني هم شايفين الحوار الوطني باعتباره خطوة إيجابية 100%. ولا سيما إن احنا نقلنا لهم الآراء المؤيدة والمعارضة. هايل. وإنه إزاي عبر وسائل السوشيال ميديا تم نقل الكثير من الآراء، وده مناخ صحي في الحقيقة ومناخ مهم جدا، وبالذات لجنة العفو الرئاسية، لأن دي لجنة مهمة جدا. وكمان السادة النواب اللي كانوا معانا كانوا بيتكلموا على أنه إزاي اللجان التشريعية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مهتمية بالنظر في بدائل الحبس الاحتياطي، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وغيره. فهناك عدة اتجاهات ومسارات تعمل في مصر حاليا نحو دفع العيش المشترك. وتكلمنا كمان عن العلاقات الإسلامية المسيحية، وتكلمنا كمان عن قانون بناء الكنائس، وتكلمنا عن الحريات الدينية الموجودة في مصر وهي غير مسبوقة. كانت حوارات ثرية وغنية يا أستاذ يوسف. عظيم جدا جدا جدا. والله يا دكتور أنا ببقى مبسوط لما بسمع صوتك، ومبسوط أكتر بالمناسبة بالكلام اللي حضرتك قلته على خلفية هذه الزيارة لنيويورك والواشنطن. يعني تبدو زيارة إيجابية ومثمرة وممتلئة أيضا بالأخبار السعيد. أتمنى أن احنا نلتقي قريبا دكتور. والله شكرا. وأنا أحب بهذه المناسبة أشير إلى برضو استقبلنا معالي السفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن، وكانت أمسية مهمة معاه، وبالحقيقة كان وقت مثمر للغاية. شكرا جدا. أنا بشكرك جدا يا دكتور. ألف ألف شكر للدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.